فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا مرحبا شيخي كريم. رحب الله بكم شيخ أحمد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. اللهم امين يا رب، ان يكرمنا لكم بطاعته يا رب. امين. وايضا معنا الاستاذ عمرو الجمال، مترجم لغه الاشاره. اهلا ومرحبا. ونبدا كما تعودنا مع شيخنا بالاسئله الوارده على صفحه البرنامج اهل الذكر، وحتى يعني تاتينا اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى ونسعد بها، حتى يتمكن شيخنا الكريم من الاجابه على الاسئله في هذا اللقاء باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عائشه من المغرب، أريد أن أسألكم. أنا عمري 19 عاما، متحجبة وأصلي وأصوم والحمد لله، لكن أحب سماع ومشاهدة الأفلام والأغاني، وأمي مسحت كل القنوات التي تعرض فيها الأفلام والأغاني وأنا أشاهدها عند صديقاتي، هل هذا من عقوق الوالدين ويبطل أعمالي؟ بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يكرمني وإياكم ببلوغ شهر رمضان المبارك، اللهم آمين، وألا يحرمنا فيه صالح الأعمال وأن يغفر لنا فيه الذنوب والأوزار، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيها: قلت أنك ملتزمة ومتحجبة وما شاء الله تحافظين على صلاتك، والمؤمن دائما يا بنيتي بارك الله فيك وقاف مع شرع الله، وقاف مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله في القرآن علمنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما سألت عنه بارك الله فيك محرم شرعا مشاهدة الأفلام والمسلسلات. وأنا أعي يقينا أن قولي هذا سيغضب القطاع الكبير من محبي هذه الخرافات وهذا العبث الذي يضيع وقتا سيسأل عنه الإنسان أمام الله تبارك وتعالى، لكني لا أبالي ولا يعني يحرك فينا ساكنا، لأننا نبغي وجه الله تبارك وتعالى. فأقول لابنتنا عائشة بارك الله فيها: اسمعي لأمك بارك الله فيك وقاطع هذه الأفلام وتلك المسلسلات. وأنا أسألك يا عائشة، ما الفائدة التي تعود عليك من المشاهدة؟ لو أنك أضعت، لا أقول أضعت لأنه هو قمة التجارة الرابحة، لو أنك هذا الوقت الذي تجلسين أمام مسلسل أو فيلم جلستيه على كتاب الله تعالى تحفظين فيه مجموعة من الآيات، أو ترتلي أو ترددي، أو تسمعي للنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، أو تسبحي أو تصلي على النبي أو تذكري الله، لكان خيرا لك. نعم يا عائشة، إنما تصنعينه عقوق للوالدين، وفوق هذا أنت تعصين الله تبارك وتعالى. أمك تعينك على الطاعة وأنت ترفضين الطاعة وتصرين على المعصية. أنصحك بنيتي لا تفعلي هذا، واستغفري ربك وقبلي يد أمك ورأسها، لعل الله تعالى يرضى عنا وعنك إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. وجميل يا شيخنا أن فتاة وتشعر، يعني بلا شك تشعر أن هذا أن هذه معصية، لأنها تسأل: إني على يقين أن الطيب الذي بداخلها وأن الأصل الذي بداخلها هو الذي يحركها خلف هذه الأسئلة وهذا السؤال، لأنه لو لم يكن الضمير فيه يقظة والقلب فيه خير ما سألت، ما سألتنا ولا غيرنا، ولا انساقت ترى، ولا أمها تعرف، ولا أبوها يسمع، ولكن هذا دليل على الخير الذي هي فيه. نسأل الله أن يرقق قلبها للحق ونحن معها. آمين. وكل السامعين مسلمين رجالا ونساء. آمين آمين. شيء بشيء أذكر شيخ الكريم، أن البعض ربما يسأل الآن ويقول، يعني هو احنا كل
طوال اليوم سنمكث نقرأ القرآن ونتابع السنة، يعني مفيش وقت خالص للمرح ولا ان الواحد ينفس عن نفسه. يبقى طب هعمل ايه؟ يعني ممكن سائل يسأل ويقول الآن كيف يعني امرح وكيف يعني يكون هناك وقت للتسليه؟ بارك الله فيك. ما أجمل حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي يتخيل أن ديننا دين عقد ودين كآبة ودين فرار تلتقي بالرجل مكفهر الوجه، هذا فهم خاطئ. نحن نفرح ونحن نمزح ولكن بضوابط شرعية، بما لا يغضب الله تبارك وتعالى. يمازح أولاده ويلعب مع نسائه، كان هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق. هل لا يليق بنا أن نمزح إلا ونحن نعصي الله تبارك وتعالى؟ أقول امزح وافرح واخرج وتنزه وتريض واجلس مع إخوانك من الشباب، لكن دون أن تقع في غيبة أو في نميمة أو تقع في حق من حقوق الناس الذي يقتص به منك أمام الله تبارك وتعالى. فالإسلام ليس دين حزن ولا كآبة. بارك الله في شبابنا وفي بناتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أختنا عائشة لها سؤال آخر، تقول هل مشاهدة برامج الكاميرا الخفية تجوز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأسألكم الدعاء لي في الامتحانات. الله أسأل أن ييسر حالك بنيتي وكل أبنائنا وشبابنا الذين يمتحنون هذه الأيام في مشارق الأرض ومغاربها، والله أسأل أن يربط على قلوب أبنائنا في الثانوية العامة، فكثير منهم اليوم في حالة من الرعب والفزع والقلق. الله أسأل أن ييسر الحال للجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول لابنتنا الفاضلة، هذا البرنامج الذي يستخف بالناس، هذا البرنامج الذي لا يراعي الله ولا يتقي الله في الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا تجوز مشاهدته أصلا، لأنه يوقع الناس في حرج ويوقع الناس فيما لا تحمد عقباه. والذي يحدث معه هذا لو علم من البداية لخلع حذاءه وضرب من فعل به ذلك. فأقول المسلم ما ينبغي أن يشاهد هذه الأمور حتى لا يجعل لها رواجا وسوقا بين البرامج إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم جزاكم الله خير شيخي الكريم. أخ يسأل ويقول حكم وضع الصور الشخصية على المواقع الاجتماعية؟ من الأفضل ألا نضعها، من الأفضل. يعني أنا دائما ما أنصح شبابنا بناتنا التي تضع صورة ابنتها أو صورة ابنها أو إلى آخره، أنصح ألا نفعل ذلك وأن نجعل مكانها من الصور الطبيعية الجميلة الكثير بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، ربما يحتج أحد الناس ويقولون بعض الدعاء وبعض المشايخ يفعلون هذا ويضعون صورهم الشخصية على صفحاتهم. إذا كان ذلك للتمييز لا بأس ولا حرج، بل إن بعض إخواننا ليس الدعاء، بعض إخواننا يلتقط صورة للشيخ ثم يضعها في حسابه الخاص تعريف عليه، يعني تجد حسابات كثيرة لإخواننا المشايخ. لا والله، ولكنها من محبيهم، هذا أمر الذي أقصده. إنما هذه التي تضع صورتها أو الذي يضع صورة ابنته أقول له لا تفعل ذلك، بارك الله فيك. طب في أخت دون ذكر أسماء سألت نفس السؤال شيخ الكريم وتقول هل يجوز وضع صورة شيخ أحبه في الله على شاشة الهاتف بنية أن وجهه يذكرني بالله وأأمل أن أحشر معه ومع رسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ بورك فيها، أسأل الله تبارك وتعالى. أولا ألفت نظر أخوات الفضليات وبنات الكريمات، لا يجوز للمرأة أن تقول أنا أحب فلانا إلا إذا كان زوجا لها أو أبا أو أخا، هذا أمر يعني أخوها الشقيق هذا الذي أقصده، ولكن لا يجوز أن أقول أنا أحبه. إذا كان هذا الشيخ يرتاح قلبي لي بمعنى أنا أرى فيه الخير أجله وأقدره وأحترمه، في هذه الحالة أكثري له من الدعاء وأكثري له أن يحفظه الله من الفتن ما ظهر منه وما بطن. لكن لا يجوز لك بنيتي أختي الفاضلة أن تضعي صورته على هاتفك أبدا، وسل الله أن يحشرك مع الصالحين، فهو في أمس الحاجة لأن يحشره مع الصالحين. أسأل الله أن يحشرنا وإياك وجميع السامعين مع الصالحين في زمرة سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن الأخت السائلة جزاها الله خيرا تريد أن تفعل هذا بنية أنها أنا أفهم يحدث مع بعض الفتيات وبعض الشباب يضعون صور الممثلات والممثلين والعراء في كثير من الأحيان على هواتفهم وعلى صفحاتهم، نسأل الله الهداية. يعني
بالقياس. نعم، إذا كان من باب الأصل مع أهل الصلاح وأهل الفضل ومن يذكروننا الله، يعني هي الأخت الفاضلة تقول فإنما أنا إذا ما نظرت إنما يذكرني بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أبحناه ولا أجزناه ولا الشرع يبيح ذلك، فمن باب أولى الذين لا يعرفون طريق الله أن نغلق الفتنة تماما وألا نضع هذه صور. هناك كثير من شبابنا وأبنائنا وبناتنا مفتونون بهؤلاء الذين لا يراقبون الله في مسلم أبدا ولا في خلق، بل يدمرون القيم والأخلاق، فنحن نأسم بوضع صورهم على هواتفنا لله تعالى أن نستجيب قبل فوات الأوان. نسأل الله الهداية. أم إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. قطع الاتصال، عاودي الاتصال يا أختنا من فضلك. طيب حاضر. أخونا إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. الحمد لله، تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سامي. يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبك في الله يا شيخي. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. عندي سؤالين يا شيخ. بالنسبة لصلاة الظهر، الأربع ركعات السنة القبلية والبعدية، صفة صلاتهم ركعتين ثم ركعتين ولا الأربعة كصلاة الفريضة بالظبط؟ السؤال الثاني، صيام أول يوم في الشهر العربي كأول رجب مثلا، هل ورد به نصا يعني ولا يجوز أم لا يجوز أم أول غرة أول شهر عربي مش كده؟ أول نعم أستاذ أحمد. نعم تمام حاضر. كرجب كشعبان كغيرهم من الأشهر. وهل حديث إن أحب الصيام إلى الله بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، هل هذا حديث صحيح أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ. حاضر. سؤال تاني. شكرا على اتصالك. وإياك يا أخي. الأخ الذي سأل عن صور الشخصية على المواقع الاجتماعية يسأل ويقول وضعها على الحائط الصورة أيضا، علما أنه يصلي في هذه الغرفة الموجود فيها هذه الصورة الفوتوغرافية على الجدران. أما عن الصلاة فالصلاة صحيحة ولا يؤثر عليها من قريب ولا من بعيد. أما تعليق الصور في البيوت فلا يجوز شرعا. بعض إخواننا الذي يضع صورة لأبيه أو لجده أو لزوجته أو لابنته، نقول ارفعوا هذه الصور واتقوا الله لأنها تمنع الملائكة دخول البيت، احتفظ بها في درج المكتب إن أردت ذلك، على خلاف في الفقه حول هذه المسألة دون دخول في تفاصيل بارك الله فيه، لكن لا تعلق. أما الصلاة في حد ذاتها فصحيحة إن شاء الله تعالى. نسأل الله القبول. آمين. حاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا يا حاجه، تفضلي. الحمد لله، بارك الله ان شاء الله تكون بخير يا رب. ربنا يبارك يا رب في علمكم يا رب. حضرتك انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني، وانا بعد الطعام في المطبخ وكده بقعد اقرا قران، يعني اللي انا حافظاه وبرتله مع نفسي وكده، هل ده في اسم عليا او حاجه؟ والسؤال الثاني حضرتك، بالنسبه للنقاب في الكعبه، هل يجوز ان المرأة تكشف وجهها ويدها ولا يجوز؟ سلامي حضراتكم واشكركم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك يا حاجة عائشة، ربنا يتقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأستاذ إبراهيم، سنة صلاة الظهر القبلية والبعدية صفتها، هل يصليها كصلاة الظهر بتشهد يعني دون تشهد أوسط، ولا يعني يصليها ركعتين ركعتين أم ماذا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت صلاة النبي مثنى مثنى ليلا أو نهارا، يعني يصلي ركعتين بتشهد ثم يسلم ثم يصلي ركعتين إن شاء الله تبارك وتعالى. وما كان النبي يضم الأربع إلا في الفريضة كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك أقول علينا أن نتبع هدي حبيبنا، لأن في الاتباع خير وفي الابتداع شر، كل الشر كفانا الله وإياك أيها الحبيب شره، اللهم أمين. أمين. الأستاذة هند، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا مرحبا، تفضل. الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. معلش بس ممكن استفسر بس حاجة من الشيخ؟ نعم تفضلي يا أختنا. بقول لحضرتك أن أخويا لسه متوفي بقاله 3 شهور. الله يرحمه. ماشي، وكان خاطب واحدة. ماشي، فهو يعني خطيبته ديت هو أخويا دوت ما كانش بيقول لنا على سره.
بس هو كان شغال ماشي، كان كله سيبه مع خطيبته ماشي. فهم جايبين يعني هو جايب الاجهزه الكهربائيه، فجت خطيبته بعد ما هو اتوفى قالت لك ده الاجهزه الكهربائيه دي انا اللي جايبها. بس فاحنا دلوقتي حضرتك محتارين، يعني احنا عايزين نعرف هو مثلا يعني ايه الذهب اللي عندها ده حقنا، وعايزين نعرف ده دين عليه ولا مش دين. ايه الدين؟ بس انا بقول لحضرتك يعني ده دين، هما بيقولوا لنا ده دين وهو واقف على يعني على باب الجنه مش عاوز يدخل، هما بيقولوا لنا حوارات كده. يعني هما عايزين ياخدوا الذهب عشان هو يخش الجنه؟ لا الذهب ده بتاع العشنا، هما عاوزين ياخدوا الاجهزه الكهربائيه، احنا جايبين له ذهب ب 5000 جنيه. فهو اتوفى بقى، فاحنا دلوقتي هما طلبوا الاجهزه الكهربائيه، وهو احنا معانا الفاتوره بتاعته ان هو جاب يعني مثلا جاب الحاجات دي قدامنا احنا. ماشي، واخته كانت معاه. يعني اختي كانت معاه. فاحنا دلوقتي حضرتك هما عمالين يطالبونا بالاجهزه الكهربائيه. بس احنا عاوزين نعرف ده دين ولا لا، والذهب دوت من حقنا ولا مش من حقنا. طيب. وكان عامل هو جمعيه ب 3000 جنيه. ماشي، امه يعني حماته قالت انا كنت مسلماه جمعيه ب 3000 جنيه. بس فهو يعني ايه جاب لي اجهزه الكهربائيه ب 3000 جنيه. هو يعني ايه قبل ما يجيب الاجهزه الكهربائيه بشهر كان واخد من يعني هي حماته كانت عامله له جمعيه وقبض 3000 جنيه وهي جت قالت كده. نعم. فاحنا دلوقتي مش عارفين ده دين ولا مش دين. يعني قبضها وما كملهاش يا استاذه هند؟ يعني الجمعيه يعني دي لما قبضها الجمعيه لسه مستمره يعني ربنا يرحمه؟ لا هو اخر واحد، هو كان اخر نفر. طب كويس. هو قال لك انا اخر نفر حاططها على مثلا ايه قبل الجواز عشان اجيب حاجه. الله يرحمه. بس فانا عاوز اعرف يعني هو ده دين، هو مكوم ثلاث يوم العزاء. وصل الكلام، ادعي له بالمغفره يا هند، الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. الشيخ هيجاوبك حاضر. مين معانا؟ استاذه منى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اهلا ومرحبا يا استاذه منى، تفضلي. الو. نعم سامعين حضرتك، تفضلي. طيب. يا فندم لو سمحت شيخ، اول سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي اول سؤال، او لو عندنا ارض يعني وكده، او انا بابا وماما متوفين يعني وكده، ويخلي مأجر الارض دي لابن عمي يعني اساس هو يزرعها وبيدينا ايجار مثلا في السنه وكده، في معرفش يعني شهر معين كل سنه، فهل ده يعتبر من الربا؟ ده اول سؤال. لا استني بس ثانيه يا استاذه منى. نعم. انت ايه اللي بيعتبر من الربا؟ هل يعتبر ده ربا؟ لو احنا متفقين مثلا على ايجار معين كل سنه ان هو يديهولنا، احنا مأجرين الارض بتاعتنا. مش انتم مستأجرين الارض؟ مأجرينها له. ايوه. طيب احنا مديناها له، هو بيدينا مثلا 7000 او 8000 في السنه كده يعني. تمام. السؤال الثاني، لو انا بدعي ربنا بأدعية معينه وواثقه يعني وعندي يقين ان هتحصل حاجه من الثلاثه، اللي هو ايه؟ يا اما هيرد عني مثلها، يا اما هتستجاب في الدنيا، يا اما هتؤجل في الاخره، فهل ده يكفي كيقين في استجابه الدعوه، ولا لازم ابقى واثقه ان هيحصل في الدنيا، هيعجل في الدنيا؟ السؤال الثالث، نسيت، معلش. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر يا مين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا ابراهيم اجبنا سؤال سنه الظهر. نعم. صيام غره اول شهر عربي، هل ورد في هذا الصيام حديث شيخنا الكريم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام اوائل الشهور العربيه او امر بصيامها. الثابت عن هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو صيام اثنين وخميس من كل أسبوع، وصيام الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر عربي. هذا هو الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يقولون هذا مطلع أو غرة رجب فنحن نصوم، نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنلزم هدي النبي خير لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أم سلمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. نعم. أنا خدي قطع يا أستاذة. مش لازم كده، بس أنا في حاجات كتير مشاكل بتحصل ما بيننا بتخليني أنا مش عارفة أتعامل معاه كويس. يعني أنا عايزاه يتغير، هو مش راضي يتغير غير بالخصام. هل هو ده حرام شرعا؟ يعني انا يعني لما اطلب منه طلب او اي حاجه لازم خناقه عشان خاطر ان هو يعمل الحاجه ديت. ايه بقى الحرام شرعا؟ او بسلوك كويس. الحرمه في ايه؟ السؤال في الحرمه انا مش يعني من بات وجبوه عليا غاضب باتت العنه الملائكه. هل هو في الحياه عموما يعني مثلا في تربيه الاولاد بنختلف، فبيبقى يحصل خناق في اكل البيت، في الحاجات دي كلها بيحصل مشاكل، فما بتحصلش يعني لازم يحصل مشكله فنتخاصم.
دايما الحديث ده مرتبط بالخناقات ديت ولا هو في العلاقه بس؟ طيب حاضر حاضر يا مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا تمام الحجة ان صيام شهر الله ان احب الصيام الى الله شهر الله الحرم. الحديث ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس صحيحا ولكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر الصيام في الاشهر الحرم، كان يكثر من الصيام فيها ولم يخص شهرا بعينه في الصوم صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل القبول. الحجة عائشة وهي في المطبخ تعد الطعام تقرأ ما تيسر لها من كلام الله عز وجل من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهل في هذا الصنيع شيء؟ بورك فيك أختي الكريمة وأسأل الله أن يتقبل منك عملك هذا وصنيعك، فهذا عمل طيب تؤجرين عليه، بل اعلمي أن البركة تحل على الطعام إن شاء الله، طعام يتلى عليه كتاب الله تبارك وتعالى شفاء لمن تناوله من الأبناء والأحباب إن شاء الله، فأكثري إن شاء الله من هذا العمل وقرأي ما شئت من كتاب الله، يعني شغلت نفسها بأفضل الذكر ألا وهو كلام الرحمن جل في علاه. الوجه والكفين للمرأة عند إحرامها وهي عند بيت الله الحرام، هل تظهر الوجه والكفين أم ماذا تفعل؟ قلنا ونقول مرارا وتكرارا إحرام الرجل أن يتجرد من جميع ملابسه كما ولدته أمه ويستر جسده بالبشكيرين كما نقول بالمعنى البسيط أو الرداء والإيزار كما بين علماؤنا في الفقه. أما إحرام المرأة فإنما يكون في وجهها وكفيها، فلو كانت منتقبة فإنها تخلع قفازها الجوانتي وتكشف وجهها. وعندنا في المسألة حديث عمدة في الباب وهو حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليها، تقول أروي الحديث بالمعنى سريعا: كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا، يعني كاشفات لوجوهنا ترفع البيش عن الوجه، فإذا أتت بمساواة الرجال فكنا يسدلنا يعني ينزلنا. ولذلك أقول على المنتقبة في من أول إحرامها أن ترفع نقابها ثم تأتي بما يشبه الكاب البلاستيك اللي ولادنا وشبابنا بيلبسوه زي الكاسكيتة كده إنجاز تعبير، هذا بيوضع ثم تأتي بطرحة ثم تضعها على وجهها حتى لا يلتصق بوجهها، هذا هو الصواب، ولا تكشف وجهها، والله تعالى أعلى وأعلم. طب يعني لازم الكاب ده؟ يعني أي لو شيء أتت لو أتت بـ بـ يعني حاجة كده بما يشبه، أنا أقول حتى لو شالت بالضبط أو بطرحة، أنا عندما قلت كاب لماذا؟ لأنه سيرفع القماش عن وجهها مسافة، لكن إذا ما رفعت نقابها ثم أنزلت هذه الطرحة على وجهها لا بأس ولا حرج إن شاء الله. لكن مش النقاب اللي هو مثقوب العينين، لا تمام، لكن نعم. تنزل بيش على بالضبط. نعم جزاكم الله خير. أختنا هند رحمة الله على أخيها توفي، نعم، وكان يعني خاطبا ولكن يبدو أن في نزاع حول الأجهزة الكهربائية. الأخت هند تقول أن أخي هو الذي اشتراها وكانت إحدى أخواته موجودة معه وتتحدث عن الذهب، وربنا يعافي الجميع يا رب العالمين وارحمه. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، وكان على الجميع أن يتعظ من الموت، شاب في ريعان شبابه، أسأل الله أن يرحمه، وكان يعد للزواج وجاء الموت وخطفه وأنهى أمله في الحياة، أما في هذا عظة وعبرة لمن حوله من أهل البنت ومن أهله، ما للقلوب قد ماتت وما للناس قد ابتعدوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الأوان أن تتحرك منا القلوب لله تبارك وتعالى. فأقول أما الذهب والشبكة على أهل العروس أن يردوها إليه، لأن هذه إنما هي هدية الزواج، والخطبة ما هي إلا مقدمة من مقدمات الزواج، مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، لا يترتب عليه حقوق، جاء الموت وأنهى كل شيء. هذا الرجل الذي مات أهله يستحقون الذهب كاملا، وليس من حق الخطيبة شيء لأنها ليست زوجة له ولا توارث بينهما. كذلك الهدايا التي تم تقديمها، ما أكل وما شرب وما أنفق وما استهلك فلا يرد، أما ما كان باقيا على حاله الشرع يقول يرد. أما فيما يتعلق بالخلاف حول الأجهزة الكهربائية
فيقول إذا كنتم متأكدين والفواتير تقول أنه الذي اشترى باسمه فليس لهم فيها حق وليتقوا الله تبارك وتعالى وليس دينا فأنتم أولى بها وليس هم. أما إذا كان هناك شك في المسألة وليس هناك فواتير وليس هناك ما يثبت هذا فالقسم بينكم وبينهم ومن يقسم يأخذ ومن يحمل يشيل ويتحاسب عليه أمام الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الأمر واضحا فلا يجوز لهم أن يطالبوا بذلك وليتقوا الله رب العالمين. الله يرحمه. آمين يا رب. أختنا منا عندهم أرض ويعني رحمة الله على والديها وجميع أباء وأمهات المسلمين. آمين يا رب. هذه الأرض مستأجرة، فهل هذا الإيجار الثابت عن كل شهر أو كل سنة هل هذا من الربا؟ أقول لابنتنا الكريمة ليس ربا يا بنيتي، فهذا يعني دفع للنزاع. فأنتم أجرتم شقتكم أو أجرتم أرضكم لمن يقوم بزراعتها أو الانتفاع بها، سواء إيجار شهري أو إيجار سنوي ثابت، فهذا أمر أصل في الشريعة ولا حرمة فيه ولا علاقة للربا به ولا شبهة الربا تحوم حوله. فطيبي نفسا وقر عينا وخذوا المال وانتفعوا به، أعانكم الله ويسر حالنا وحال جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. تسأل أيضا وتقول الدعاء ويكون عندها يقين في يعني إما أن يعني يستجيب الله عز وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى أو يؤخر أو يعني يدفع بلاء أو يدخر هذا الدعاء حسنات يوم القيامة لصاحب هذه الدعوة، هذا اليقين يكفي وهي تدعو الله عز وجل للاستجابة؟ نعم، بورك فيها. نسأل الله أن نكون كذلك. المسلم دائما ينبغي أن يكون يعني حسن الظن بربه تبارك وتعالى، وإني على يقين عندما أرفع يدي هكذا وأدعو سيدي رغم معصيتي ورغم بعدي ورغم سوء أدبي مع الله تبارك وتعالى أن الله كريم حيي لن يردني خائبا. هذا ينبغي أن يكون عليه المسلم. ونص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لي بدعاء واحد من ثلاثة كما ذكرت ابنتنا الكريمة، إما أن يتحقق دعائي في الدنيا وأراه رأي العين، وإما أن يرفع الله بلاء عني أنا لا أراه، أو يدخر لي المثوبة والأجر عند لقاء الله يوم القيامة. فنعم يكفي إن شاء الله. أم سلمة يعني دائما بينها وبين زوجها مشاكل، وكل شيء يعني يتم لا يكون إلا بمشكلة. هي تسأل الزوج عندما يبيت على زوجته غضبان، هل هذا في يعني يتعلق بالأمور الزوجية فقط التي تتعلق بالحقوق الشرعية، أم في أي شيء يعني زعل عشان ما طبختش، زعل عشان أمر ما اشتروا باعه، هل الملائكة تبيت تلعنها في أي مشكلة حتى لو كان هو المخطئ؟ قبل أن أجيب على تساؤلي أم سلمى بارك الله فيها، إنما أقدم لها نصيحة، ويا ليت الزوج يسمعنا. لما لا يكون الحب والود هو سيد الموقف في البيت؟ لسنا من الأعداء، فليس زوجك عدو لك ولست أنت عدو لزوجك. لماذا لا يكون بيننا الود والحب والتفاهم؟ فنحن في شركة، والأولاد يخصوك مثل ما يخصوه، والحياة لا تقوم إلا على الود. الله في القرآن ماذا قال؟ ما للمسلمين قد ابتعدوا عن أخلاق نبيهم، جعل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة، لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ترى أين المودة وأين الرحمة مع الخلافات؟ يعني أختنا الفاضلة بارك الله تقول ما من شيء إلا وخصومة ومشكلة حتى يستجيب، أي حياة هذه يرحمكم الله؟ فأنا أنصح ابنتنا أو أختنا الفاضلة وأنصح كل زوج أن يتقي الله في زوجته. وليس بعيب والله أن يسمع الزوج لزوجته، والله لا ينتقص من قدره. بعيدا عن أبي سلمة، ممكن في حد يفتكر ده من تمام القوامة انه لازم يقول لا او يزعق ويشكو بعيد عن اختنا؟ لا والله. نعم. بل والله اما سمع النبي وهو خير منا صلى الله عليه وسلم، اما سمع لامنا رضي الله عنها في 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 الحديبية لما دخل النبي وسيدنا عمر الحوار المشهور، ويمكن المرة الوحيدة لسيدنا عمر يعارض فيها سيدنا النبي، ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ لما نعطيهم الدنيا نخش مكة ونكسرهم ونخلص الدنيا، يا لجمال المصطفى، إني رسول الله والله ناصري. الشاهد الله يرضى عنه وعنك، لما رجع النبي إلى خيمته مسلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك مهموما؟ قال هلك الناس. فقالت يا رسول الله لا تنسى أنهم قريب عهد وأنهم يريدون ومحبون للبيت الحرام، وفراق طال البعد والشوق،
أرى أن تخرج من مكانك ثم تحلق وتسبح فما أن يراك الناس إلا وفعله. النبي أخذ بكلامها. طب نواصل صلى الله عليه وسلم نواصل جوابنا بعد اتصال الأستاذة إيناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أنا كنت عايز أسأل على حكم المصحف اللي في الموبايل، هل يجوز قراءته بالنسبة للحائض ولا لا؟ لأن رمضان داخل، فعايز أعرف يعني لو قرأت في رمضان منه هل أكون كده يعني هو لا يمسه إلا المطهرون، ولا ما ينفعش أن أنا أقرأ منه في رمضان؟ حاضر. شكرا اتصالك يا أستاذة إيناس. حاضر، نرجع لسؤال الحاج الأستاذة مسلمة. فأقول لأختنا الكريمة، ماذا فعل النبي ورأيها صائب وطيب وجميل؟ أخذ به النبي. ليس من الرجولة أنني أركب رأسي. ليس من الرجولة أنني أصر على الخطأ، لا أبدا، حتى أسمع لها وأشاورها وأستنصحها وتنصحني ثم أخذ قراري بعد ذلك. هذا ما ينبغي أن ننتبه. أرجع يا سؤال أختنا الكريمة، الحديث ليس على إطلاق، لكن تلعن الملائكة المرأة متى؟ إذا كان الرجل على حق. فإذا لم يكن على حق فالحديث لا ينطبق. يعني هب أن رجلا قال لزوجته اصنع لي كوبا من الشاي مثلا، بالمثال يتضح المقال، والمرأة متعبة وفعلا متعبة ولا تستطيع أن تقوم، فغضب وأخذ يرزع ويسب وإلى آخره، واعلمي أني غضبان عليك. والملائكة، هذا نقول له اغضب ما شئت وافعل ما بدا لك. لما؟ لأنه ليس له الحق. إنما يكون حديث النبي في كل ما كان للرجل فيه حق شرعي، أما أمور دنيوية لا ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. يا مرحبا. الحمد لله. يا لو سمحت يا شيخ، بس لو في زوج يعني بيستلف من زوجته من مالها يعني الخاص، وعلى سبيل إن هو يعني يمشي شغل عنده، بس هو يعني هو مش هو يعني بياخده ليه، ومش مش يعني ايه مش بيديلها مش بيرجعه لها تاني، مش بعد ما بياخده منها. هي لو منعت عنه الفلوس ده، لو منعت عنه انها تديله، هو مالها هي ولا ماله؟ لا، مالها هي بتدي الزوج يستعمل. انا فاهم، يعني المال ده هي مدخراه من 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 زوجها، ولا ده يعني ملكيه خاصه مالها هي؟ لا، ملكيه خاصه هي بتشتغل وده مالها. طيب حاضر. وبعدين هي لو رفضت ان هي تديله تاني علشان هو ما بيرجعلهاش الفلوس، هو بيزعل وبيضايقها كتير وبتزعلها في البيت، هي تتصرف معاه ازاي؟ حاضر حاضر يا ام عبد الله، جزاكم الله خير واياك الله يرضى عنك. شكرا على اتصالك. اختنا ايناس، حكم المصحف او القراءه من المصحف الموجود على الهاتف او الموبايل اثناء فتره الحيض ورمضان، وتريد ان تقرا كثيرا كلام الله عز وجل. الله اسال ان يبلغنا واياها وكل السامعين والمشاهدين رمضان يا رب. اللهم امين. آمين. يا رب لا تحرمنا حضوره وشهوده، فانك على ذلك قدير. اقول للسائله الكريمه، هذه مساله من المسائل المختلف حولها من اهل العلم، وهو مس المصحف وقراءته للحائض. ايا ما كان الخلاف، انا اقول دائما اقرأي من الذاكرة، لكن لا تمسي المصحف، مع أن هناك رأي يبيح ذلك. قلت المسألة محل خلاف والأمر فيه سعة، ولكن أنا أميل إلى الرأي القائل بعدم المس. أما إذا أردت أن تقرأ، إما أن تقرأي من الذاكرة أو تحملي إذا كان الجوال الهاتف عموما أو الكمبيوتر أو الأيباد أو ما شابه ذلك، وقرأي منه ولا حرج ولا بأس. على الهاتف. نعم، لا بأس. المحمل على الهاتف. نعم، لا بأس أن تقرأ منه إن شاء الله. تمام. كامل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا يا أستاذ، تفضل. صحيح يا شيخ، كان فيها وضع ورث بيني وبين إخوات البنات، اثنين طلع لهم في البيت كل واحدة 50,000. أختي الكبيرة خدت حقها والصغيرة شالت فلوسها معايا. تمام. وقعدت عليها سنة. قعدت عليها سنة وما خدتش فلوسها، وبسألها على موضوع الزكاة، مش مقتنعة أبدا بموضوع الزكاة. اختصار شيل فلوسها معايا يا فندم، ومش مقتنع ابدا بموضوع الزكاه. فاهم. يعني هي ادخرت معك المال ولكنها مش عايزه يعني تخرج عليه زكاه المال. هي ما تعرفش حاجه عن موضوع الزكاه، قلت لها موضوع الزكاه فمش مقتنع يعني، فانا عاوز اخد فلوسها اشغلها لها مع فلوسي، بحيث ان ال 50,000 تفضل زي ما هي، وان الفلوس كت او خسرت اطلع انا الزكاه بتاع عليها ان شاء الله، اطلعها في شهر رمضان. يعني ايه يا استاذ كامل؟ الفلوس تفضل زي ما هي، مش التجاره مكسب وخساره؟ تفضل زي ما هي.
يعني يبقى اصل المبلغ موجود لكن لا. طب حاضر فين؟ حاضر. طيب شغالها وطلع منها الزكاه من وتفضل اصل زي ما هو. طيب حاضر ماشي. شكرا على اتصالك اخي كريم. ام عبد الرحمن زوجها يقترض منها، بيستلف على حد تعبيرها منها وياخذ المال من اجل عمله هو ولا يرد ما يقترضه منها، هل لو امتنعت عن اعطائه هذا المال وهو حق لها مالها الشخصي هل تأثم وماذا تفعل معه؟ هي مش عايزه مشاكل ايضا مع زوجها. نسأل الله ان يهدي الرجال وان يهدي النساء وان يهدي الجميع الى الحق. آمين. اللهم امين يا رب العالمين. اولا من حيث الشرع ليس من حق المراه ان تنفق على البيت، والنفقة على الرجل وليست على المرأة حتى ولو كانت الزوجة ثرية، حتى ولو كانت تملك كنوز الأرض، فإذا ما قدمت لزوجها مساعدة بطيب نفس منها فجزاها الله خيرا، فهذا فضل وليس فرض، بل على الرجل أن يكون شاكرا لتصرفها. أما ما يصنعه هذا الرجل وأمثاله فهو الخطأ بعينه. الرجل الذي يأخذ من زوجته هذا المال، هل هذا المال يعني يعد من حقه؟ يعني هي زوجته، هل يأخذ المال ولا يرده؟ ده مش دين ليس ذلك وحسب عليها يوم القيامة. ليس هذا حق للرجل. هذا ليس حق. إذا استدان كما لو كان يستدين من الغريب، فإذا سامحت بطيب نفس منها فبورك فيها فليقبل رأسها. فجزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن هي زوجة لي لكن مالها ليس لي. هناك ذمة مالية مستقلة لها، قد يأتيها من ميراثها، قد يكون من عملها. شيء بالشيء يذكر، بعض يقول لك ما هي بتطلع تشتغل والشغل ده ما هو وقتي. طالما ارتضيت ان تعمل فليس من حقك ان تستولي على راتبها. هذا امر اعدها في البيت يا اخوي، صلى الله العفو والمعافاه. يعني علينا نحن ان نبقى في نوع من الود والتراحم فيما بيننا. فاقول يعني ارفق بزوجتك، ويعني هذا المال هو لك ولابنائك في الاول وفي الاخر. ولكن اقول لاختنا ليس كل الرجال يفهمون هذا الكلام، فحاولي يعني قدر المستطاع ان تعطي وان تبدعي، انما وسطي نفسك قدر المستطاع واحتسبي الامر عند الله تبارك وتعالى حفاظا على البيت وحفاظا على الاولاد، لانه ليس كل الرجال يفهمون هذا الكلام. نعم. الله يهدي يا رب. امين يا رب العالمين. اخونا كامل المتصل الاخير، ميراث وله اختان، اخت اخذت مالها والاخت الاخرى ابقت معه او استبقت معه ال50,000. المشكلة في انه هو يريد ان يعني يستخدم هذا المال في التجارة، ولكن هو قال عبارة انه هو يريد ان يبقي على رأس المال، ويعني ومن الارباح يخرج زكاة المال لانها مش مقتنعة بزكاة المال او غير يعني عندها علم بهذه الزكاة. نعم. ربما هو لم يحسن صياغة السؤال بارك الله فيه، فالامر مقدرة، ولكن اقول للاخ الكريم بارك الله تعالى فيه، دورك ان تنصح اختك، دورك أن تنصح أختك. الزكاة فرض يا أختاه، فأدي فريضة الله تبارك وتعالى، فإن أدت الفريضة فالحمد لله، فإذا ما أصرت على منع الزكاة فليس عليك وزر، والوزر والإسم عليه. هو يسأل السؤال الذي ربما لم يحسن صياغته، ويريد أن يتاجر بهذا المال ويخرج منه زكاة المال لها. فأقول له إذا كنت ستتاجر بهذا المال وتنمي لها وتخرج زكاة المال، نعم يجوز ذلك، ولكن بعلمها وليس بدون علمها بارك الله فيك. ولا يجوز أن تقول أنا سأحفظ المال وأعطيها، يبقى دخلنا في شبهة الربا. يا أستاذ صحيح، 50,000 لو دخلت في مشروع مفيش حاجة اسمها 50,000 تفضل 50,000. لا خسارة ومكسبا. صحيح. الغنم بالغرم أو الغنم بالغرم الاثنين الله يرضى عنها. فأنا أقول له نعم نتاجر ونزيد لها المال، هو ربما يقصد أنا سأتاجر بهذا المال وأحافظ عليه، يعني مش هضيعه، ربما يقصد هذا ممكن. وسأخرج زكاة المال لكن لها ما يبقاش نسبة ثابتة. لا نسبة يعني ثابتة لا. حسب رأس المال، يعني هو لو تاجر في 50 وتجارته في 50 يبقى نص بالنص مع إدارة لي وهكذا، الله يرضى عنه. نعم. أختنا صحر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، اتفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك يا رب. معلش أنا أول مرة أتكلم في التلفزيون، غضبة بس يعني. كنت عايزة أسأل بس، أنا حصل إن أنا اتخانقت مع زوجي شوية وشدينا جامد، فكنت روحت بيتنا وبعدين حلفت إن أنا ما رجعش تاني وما كلموش يعني. وبعدين حصل إحنا اصطلحنا فصمت كفرت يمين يعني 3 أيام.
كنت عايز اعرف دول كفايه ولا اصوم ثاني، ولا ان انا صمت 3 ايام. كان عندك المقدره على الاطعام يا استاذه سحر؟ نعم. كان عندك المقدره على اطعام 10 مساكين ولا انت صمتي على طول كده؟ لا لا لا. ايه؟ لا لا. طيب نعم. لا والله يعني على قد حالي. طب ربنا يوسع عليك. صمت 3 ايام وصمت 3 رجب اللي هم 15 و14 كده. وان شاء الله هصوم تاني. ناوي اصوم، بحب الصيام وكده. طيب ربنا يتقبل. عايز اعرف دول كفايه ولا ايه، عشان انا حلفت كده يمين بصراحه. ورا بعض في مجلس واحد؟ اي يعني في الموقف نفسه كذا يمين، يعني حلفت اني ما ارجعش وما اكلموش وكده، بس حاسه ان احنا فرحنا ورجعت. حاضر. ربنا كل خير. شكرا. وياك يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا كامل عشان يعني ما يشغلش المال من وراء اخته لابد ان يستاذنها. نعم، اولا يستاذنها. تمام. اختنا سحر مشكله بينها وبين زوجها، اقسمت او حلفت الا تعود الى المنزل، ولكنها عادت الحمد لله وكفرت بصيام 3 ايام وما كانش عندها القدره على اطعام 10 مساكين. هل هذا كفايه؟ اقول لاختنا الكريمه، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فراى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. وأنت أقسمت ألا تعودي والخير في عودتك إلى البيت، فعودتك هي الرأي الصائب والأصوب والأفضل والأحسن والأجمل، وما فعلتيه صحيح ويكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. صيامك الأيام 3 هي الكفارة وتكفيك إن شاء الله. شيخنا الكريم، أخ يسأل ويقول: هل يجوز أن أسكن أنا وأخي وزوجته وأبي وأمي في بيت واحد، وفي بعض الأحيان نضطر للجلوس على مائدة واحدة ويكون هناك إحراج لي ولزوجة أخي، وجزاكم الله خيرا؟ يعني هو يقول هل هذا يجوز؟ أنا أقول للسائل الكريم: من الأفضل أن يكون كل في معيشة مستقلة أو في سكن مستقل خاص به، هذا والأفضل منعا ودفعا للحرج، لأن معنى أننا نجتمع على مائدة واحدة أنها ستلتزم بنقابها إن كانت منتقبة أو بخمارها إن كانت مختمرة. أما هذا الذي نرى في معظم الأسر، نجلس على مائدة واحدة وهي لابسة نص كم وشعرها باين بحجة ده أخو زوجي، هذا شرعا حرام ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أحيانا الأب في خارج البيت والأم في خارج البيت والزوج في شغله، وأضطر أنا لدخول البيت وزوجتي الأخرى ربما ذهبت إلى بها. هو مش متزوج. حتى ولو مش متزوج، اذا دخلنا في الحرج نسال الله العفو والمعفو. فما دام هناك التزام بالضوابط الشرعيه التي ذكرتها، نعم يجوز الى ان ياذن الله لنا ان شاء الله تبارك وتعالى، واستقل بحياتي. صلى الله عز وجل. التيسير الوقت انتهى سريعا شيخي فضيل الشيخ سامي السلساوي، جزاكم الله خيرا. صلى الله عز وجل القبول. امين. بارك الله فيكم. امين يا رب. نلقاكم ان شاء الله السبت القادم باذن الله تعالى اذا كان في العمر بقيه. اشكرك واشكر الاستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمن تقريبا في 5 مساء بتوقيت القاهرة. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا